احسن قهوازي. والله سمعتها مؤخرا عجبتني، منوعه، صارت لبي الاذواق الكل، ثقافه، الفكر، الفن، الصحه، السياسه، الاقتصاد. بما انه مجتمع متنوع يلزم يلقى برامج متنوعه، وانا نتصور مش تكون اذاعه في المستوى. الخطوات الاولى اللي اتخذتهم معناتها يبشروا اللي تكون اذاعه باهي، وهذا مكسب اعلامي. البلاد كبرت شويه، تنجم تقول مشهد اعلامي جديد ما نجم كان نرحبوا به، وإن شاء الله يكون في المستوى. إذاعة الحياة أفهم، إذاعة القيروان للصحة كبداية هي ممتازة، البث التجريبي نتاعها عجبنا برشا، أنا عاملة عليها بون كيف، الصباح نسمعوا برشا غناء يخليك تخرج ماك ستريس وتبدأ اليوم نتاعك منشرح هكايا بهدوء، سورتو فيروز، وأنا جوري كلام لكم تزيدونا شوية فيروزيات الصباح، يطلع النهار شوية وقت نبدا مروحة، زاد كيف كيف شوية غناء يبث فينا شوية حيوية ونشاط، نحينا ستريس الخدمة، يعطيكم الصحة، اختيار موفق ان شاء الله، واحنا متشوقين للبرامج نتاعكم ان شاء الله تكون اذاعه تتكلم باسم الصحه، الصحه في القيروان، راه هذا لو برومي شانس نتاعنا في القروان باش نلقاو اذاعه تحكي على الصحه في القيروان. احنا كمهني الصحه حاجه الانسان يحكي علينا احنا في القيروان بالذات، ربما اون فا سولفي دي بروبليم تخص القروان كسوا en tant que personnel de santé ou elle مواطن يطلب في سيرفيس دو سانتي. يعطيكم الصحة. ياشير نسمع شنو من إذاعة ممتازة، وإن شاء الله تعطينا برامج ممتازة وتفيد المواطن وتفيد الناس كلها. باهي الحق ونسمع الحق، باهي الكهرباء ديما نحطها كاني براتيكمون كاني. أما ديجا جي في لا رومارك، ماذا بينا البث يزيد يساع أكثر. سوس نجاتي رئيس فرع المنطقة دو تونس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالقيروان. نتمنى التوفيق للإذاعة الجديدة وننتظر منها أنه يكون الخط التحريري نتاعها محايد ويكون عندها العديد الكثير من المصداقية، وأن تهتم بمشاغل الجهة ومشاكلها وتكون منبر اللي يمكن النشطاء على المستوى خاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان عامة باش يبلغوا أصواتهم، وتكون منبر لحوارات ثرية تجمع خاصة المختصين. فرحنا لها برشا، اولا لانها فكره رائده وممتازه انه تكون ثم اذاعه صحيه، واحنا في تونس معناتها محتاجين النوع هذا معناتها من الاذاعات اللي ترفع الوعي العام معناتها بالصحه، وتعرفوا الصحه هي تدخل في الامن القومي. اثنين اكيد مش تكون هذه تركز على القضايا البيئيه والقضايا اللي تمس الفئات باكثر هشاشه، دونك مش تكون اضافه لمدينه القيروان ولتونس عموما. الحقيقه معناتها نجموا كنا نشجعوهم، و احنا يعني فرحان الحقيقه بالابداع في الفكره انه تكون عندنا اذاعه صحيه، هذا معناتها نجموا كنا ندعموه ونشدوا على ايديه. انا جمال بريدع من القروين، عجبتني اذاعه قيروان للصحه، الحياه للصحه هي اسم على مسمى. بالنسبة للمواطن التونسي ينتظر توا التفائل، شوية تفائل، أعطتنا التفائل 100% بالغناء الزمني العتيق، عجبتني برشا برشا. الأخبار نحب نسمع باش نفهم صحتي كيفين، معناتها نداوم بها برامج في حياتي الصحية، كذلك البرامج التربوية اللي معناتها نعرف كيفين نربي صغاري، كيفية تقاوم في الحياة هذيا اللي وليت معناتها صعيبة ووليت ستريسي برشا. كمال بدري أستاذ التربية المدنية بالمدرسة الإعدادية النموذجية بالقيروان، رحب إذاعة السلطية فاب، إذاعة الحياة فاب، هذه الإذاعة المولود الجديد في القيروان اللي إن شاء الله باش خلصنا بالرداء. اليوم نحسوا أنه الإذاعة هذه هي إذاعة هادفة ترمي إلى طرح المشاكل بتاع المواطن، ترمي إلى توعية المواطن وتحسيسه بأهمية الحياة الاجتماعية والثقافية، أهمية الانخراط في هذه الأنشطة. انا بدي نخدم في الصحه، معناها حاجه باهيه اذاعه صحه في القروان، تنصح الناس وتوعي الناس، تكون ان شاء الله برامج مفيده معناها يستفيد منها المواطن القيرواني. اذاعه حياه فهم، والله الحق بتاع ربي زادتنا جديد في القروان، اعطينا الحاجه الاصيله بتاعنا، الاصيله حاجه اصيله. تكلمنا على الوضع بتاع القروان، نحن اصلا وما تشوفين ما يتكلم علينا حد، اقل كذلك عندنا اذاعه واثنين هنا في القروان صوتنا يوصل على الاقل. اسمي محمد طاهر بوراس، أستاذ متاع موسيقى، نسمع فيها الإذاعة الجديدة اللي حلوة برشا. الحياة ستن اختياراتكم الجميلة في الموسيقى، هم اختيارات ممتازة جدا بصراحة، وذلك علاش أنا وليت ديما حالتها في السيارة متاعي. بالتوفيق يا إذاعة الحياة، بالتوفيق إن شاء الله.